اوعى تسيبني مهما حصل. انت مش محتاجه تقولي لي الكلام ده على فكره. أنا باشا؟ حضرتك بضاعتك وبطاقتك. في حاجة يا باشا؟ لا مفيش حاجة. أنت عندك مانع؟ لا ما عنديش مانع. شايف مشكلة يعني؟ لا لا يا باشا. خلاص وريني البطاقة. حاضر يا باشا. يلا يا حبيبي. يلا يا فندم. اخلع النقاب. يعني ايه يا باشا تخلع النقاب؟ اخلص احنا لسه هنرغي. لا طالما مش هنرغي بقى يبقى ما ينفعش تقلع النقاب. ما تحضرونا يا جدعان. الباشا عايز الحاجه تخلع النقاب. ينفع كده؟ ده حرام يا باشا. ما ينفعش. احنا منكم وانتم مننا. يا ريت بلاش تدوس على بعض قوي كده يا باشا. لو سيادتك مصمم تشوف وشها يبقى جيب واحده ست عشان تشوفه مش هنقعد نخلع النقاب. اظن ده القانون سيادتك. شكرا سلام عليكم. خلاص عملت شويتين. هاتوا للبي واحدة عشان تشوف الأستاذ. كده عداك العيب سيادتك. اطمنت يا فندم. تمرنا بحاجة تانية يا ست الكل؟ تمر بحاجة تانية يا باشا؟ طب سلام عليكم أنا بقى يا باشا. اتفضل يا حاج. يعني إيه؟ أنت مش قلت لي هتحضرني العيال دي ولا هو كلام نسوان؟ لا يا حبيبي ما تكنش. شوف لي مين العيال دي ومين وزهم عليا. يلا. إحساس جميل إن الواحد كده على الصبح يشوف النيل قدامه. فبيبدأ يومه وهو مشرق. طبعًا حضرتك. أنت بتتكلم كلام صح جدًا. أنت ما تعرفش مقولة إن مصر هبة النيل. سعادتك لفيت في مكان كويس؟ سعادتك عندنا مطعم تحت بيعمل فطار إنتر كونتيننتال ما حصلش. ولو سعادتك يعني بتحب السهر مع المدام بقى غير المدام عندنا نايت كلاب تري شيك. هتنبسط فيه أوي سعادتك. اللي احنا ممكن ناخدك عندنا وسهرك سهرة عمرك ما تنساها ابدا. فين حضرتك؟ هو حضرتك عندك نايت كلاب برضو؟ شفت يا اخي خدتني في دوكة. هو النيل المناش نساني. معك العميد احمد الديب من الامن الوطني. امن وطني؟ خير سعادتك. يا ابو سيدي انت بخيل ولا ايه؟ بتقول لي اتفضل. يا باشا مكانك ومطرحك طبعا اتفضل. هي بس يعني الزياره جت فجاه حبتين. لسه متجوز اخت رحيم؟ اطلعها سعادتك لو تامرني. لا يا عم ربنا ما يجعلنا نخرب بيوت ابدا. انا بطمن بس. انا عارف ابو السيد انك ضربت على املاك رحيم. بس رحيم مش هيسكت. ها؟ طبعا هيدور على حقه. وانا حاسس ان موت امينه بسبب موضوع املاك رحيم. سعادتك تقصد ايه يعني؟ تقصد ان رحيم هو اللي قتلها؟ يمكن. انا طب ما دام رحيم بقى بيطوح في الخلق كده يا باشا انا بستاذنك يا باشا تعين لي حراسه وانا تحت امرك في اي حاجه. وعين لك حراسه ليه؟ هتبقى عضو برلمان ولا هيمسكوك وزاره؟ يا باشا الروح غاليه ورحيم مش هيسكت وانت سعادتك قلتها ده ممكن يقتلني. بالظبط. يبقى انت من مصلحتك ان رحيم يرجع السجن تاني. انا بقى ما يهمنيش غير اعرف موضوع عزت. عزت ده بقى كان بيتكلم مع امينه قبل ما تتقتل.
أنا عارف إنك قريب من أمينة، وإلا بقى ما كنتش تخليها تقعد معاك وأنت بتتفق مع خميس الونش. خميس؟ خميس مين يا باشا؟ الونش، الونش أبو سيد. على فكرة أنا ما يهمنيش موضوع السرير خميس عشان رحيم، وبتستغله إنه يعمل حاجة في رحيم يعني. مش بتاعتي. أنا اللي يهمني عزت. مين عزت؟ باشا أنا ما أعرفش حد اسمه عزت. وأقسم بالله أنا لو أعرف أقول لك على طول. بعدين أمينة عندها شركة كبيرة وعندها مليون عميل. ما يمكن اللي يكلمها واحد من العزت اللي بيكلموها. كانوا بيتكلموا عن رحيم. عن رحيم. أنت متأكد يا باشا؟ لا لا اكيد متاكد. انتوا انت باشا كل حاجه بتعرفوها، بس انا باشا يعني بتاعك على العبد الفقير هتقصالك، بتاعك وبتاع البلد. ولو عرفت حاجه عن عزت يبقى كلمني، قصدي هكلمك على طول اقول لك كل حاجه يا باشا. انا اخبى عليك انت؟ الماس ده ابو سيد مغلاش عليك يا باشا. قول سعادتك ايه؟ متعرفناش حد مقرفة في موضوع الحراسات ده. نورت يا باشا، مكانك ومطرحك. نورت مكانك ومطرحك يا باشا. الله يخرب بيت رحيم وسنين رحيم. تاليا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بابا. ايه اللي حصل؟ بابا انا تعبانة قوي وحاسة اني هيغمى عليا، ممكن انام ولا اصحى نتكلم؟ طبعا طبعا انا حضرت لك الاوضة. اتفضلي تعالي يا حبيبتي. طالين سلمي، عارفة مين دي؟ داليا. اسمها قبلة داليا، عيب كده. سيبها براحتها. ايه ده ما شاء الله كبرتي قوي. ما انتي ما شفتهاش من 9 سنين. هو ده بسببي برضو؟ ريم سيبي اختك تستريح وتعالي نحضر لها لقمه. بابا بجد ماليش نفس، انا تعبانه قوي مش عايزه اكل. معلش لقمه سريعه كده، انا حضرت لك هدوم من عند ماما ترانيم. ميرسي يا بابا، بس بص انا جبت معايا شويه حاجات. ميرسي. طيب على اذنك. يلا رانيم. راجع لك تاني يا داليا. ماشي ما تتاخريش. ما عايز اقول لك على حاجه.